ولا يتأتى تحقيق العدل إلا بالتطبيق السليم، الخوف من الله أولا. وبالمناسبة فإني أوصي السادة القضاة والمسؤولين عدا هذه المرفق، الأخذ بيد المواطن، الأخذ بيد الضعيف، الحرص على تطبيق القانون، الاستماع إلى انشغالات المواطنين والمتقاضين. فالعدل أساس الملك، العدل أساس الملك، لأن وفقني الله سبحانه وتعالى رفقة السيد رئيس المجلس والسلطات العمومية المحلية إلى الولوج إلى هذا المقر بعد أن تمت الأشغال الأولية فيه، وبعد التعليمات التي أزدها السيد معالي وزير العدل بالاجتماع التقييمي الذي أزدى تعليمات صارمة من أجل فتح مقر محكمة القرارة لتحقيق وتجسيد مبدأ تقريب العدالة من المواطن. كثيرا ما عانى الساكنة والمتقاضين وأعوان الدولة ومصالح الضبطية القضائية من أمن ودرك مشكورين عناء التنقل لمسافة طويلة من أجل تقديم ملف أو تقديم متهم أو طلب وثيقة. إن محكمة القرار الجديدة مرفق عام يمثل السلطة القضائية وسيجسدها بالأحكام والقرارات والإجراءات التي ستتخذ محلياً من قبل مسؤول هذه الجهة القضائية. وتنصيب كل من السيد بوحريش محمد رئيس محكمة قرارة، وتنصيب السيد بن الشيخ أحمد كوكيل جمهورية لدى محكمة القرارة، والسيد قاضي التحقيق مداني عبد المجيد عبد الحليم.